بالأمس القريب كانت هذه السيارة مجرد حلم بعيد المنال لعرفة، لكن بعد التقاء عرفة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى جولاته بالقاهرة تحول الحلم إلى حقيقة. ولادك دول؟ آه. بدأ يخليهم لك. أخبارك إيه؟ بتشتغل إيه؟ شغال سواق. سواق إيه؟ شغال على عربية. عربية إيه؟ عربية اللي هي سوزوكي. بتعمل كام؟ بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ جنيه مرة 120 كده يعني. بتاعتك العربية اللي شغال عليها؟ لا شغال عليها سواق عليها. مفاجأة لم تكن متوقعة لعرفة، وهي أن يصل إليه فريق حياة كريمة ليفاجئه بتحقيق حلمه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الحلم الذي كان بالنسبة له بعيد المنال. قابلت حضرته عند متحف الحضاري بعد الكوبري على طول، كنت رايح أكشف على أولادي وليدي التشريفة راحت موقفاني وقفوني، ونزلت سلمت على حضرته وسلم عليا ورايح فين، قلت له رايح أكشف على أولادي، وروحت عمل موجود في المستشفى، وروحت لقيت الناس مستنيين في المستشفى وكشف على أولادي وطمن عليهم وخد رقم تليفوني وصوروني، ده اللي تم معايا ودي كانت أول مقابلة معايا. لا ما كنتش متوقع ان انا اجي اتفاجئ بالعربيه، انا كنت جاي مفاجاه عادي مقابله عاديه يعني. مشاعر متباينه امتزجت ما بين الدهشه والفرحه والامتنان تراها في اعين عرفة واسرته بعد ان لبى الرئيس الاب حلم هذه الاسره. انا بشكره على كل حاجه هو عاملها معايا وعلى مع اولادي وعلى الكشف بردك مع اولادي، وقف معايا في المستشفى بردك، وعلى دي اللي هو بردك قابلني بيها بردك سياده الرئيس ديت بردك، انا يعني مبسوط بيه يعني. احنا بنحب دايما الحالات اللي بتبقى معافره، فهو معافر واحنا بنحب الحالات المعافره، فطبيعي جدا كنا نستجيب للحاله بسرعه طبعا، ونستجيب طبعا لتوجيه سياده الرئيس بسرعه جدا. ليست المره الاولى التي يقود فيها عرفة سياره، لكن هذه المرة هي قيادة لسيارته الخاصة التي ستغير حياته إلى حياة كريمة، لتبقى وعود الرئيس حقيقة ملموسة يلمسها كل المواطنين أينما كانوا. حياة كريمة في البال.